حاجة تدل على انه في بشرة جديدة جاية لينا في الطريق. النهاردة معانا طبعا دكتور صوفيا زادة اللي دايما بتنورنا وبتفسر احلامنا واحلام حضراتكم على الهواء. اهلا بيك يا صوفيا، اهلا بيك حبيبتي، ازيك؟ منورانا، ميرسي قلبي. وعايزين منك بشرة كده للمشاهدين. ان شاء الله، والله ان كان شاء نفسي. الله. ايه الحاجات اللي بتدل على انه في حاجة حلوة جاية في الطريق، او اللي بيبقى منتظر مثلا حاجة يعني ماديا تتحل او كده؟ ماديا او كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصي، كل ما هو مخفي بس انت يدخل عليك السرور فهو بشاره ساره. كل ما هو في ملفوف، ورقه ملفوفه كده مثلا ولا حاجه، فهي خبر سعيد جاي. كل ما هو مبلغ مالي اكتر من 1000 جنيه فهي اموال جايه. اقل بتبقى شويه فلس وشويه مشاكل. الكوينز بتبقى شويه قيل وقال وكلام، تمام؟ مثلا البنات تسريح الشعر، لبس تاج، لبس حذاء جديد، لبس فستان جديد، كل ده بيدل على حلو. زواج. طب ولو جميل. مرأة متزوجة يبقى حمل، حاجات جديدة يعني داخلة عليها. فكل ما هو جديد في المنام، كل ما هو يدخل على البني آدم السرور والفرحة. وكل ما هو مستخدم بس يعني استخدام مش قوي يعني، فهو حاجة يعني فرصة ضيعها حد. يعني مثلا واحد شاف ان هو اشترى عربية عتيقة، العربية دي شيك جدا بس هي قديمة شوية، ده معناه انها امرأة سبق لها زواج بس يعني ما زالت بخيرها وجمالها يعني. فده جواز ليه تاني. حاجات كده من هذا القبيل يعني. جميل. احنا معانا